عجبني ذاك اليوم واحد هنا بالناصرية 7 سنين أم عدها شلل، 7 سنين كل يومين ياخذها يسبحها ويمشطها ويبدلها ويرجعها لفري الشلل 7 سنين. أنا جيت بالثالث سولفولي وسالفته، ولما ماتت أمه قالهم لا تأجرون سيارة نحطها فوق، مرة تعبانة من شدة المرض صايرة صغيرة، قالهم ناخذها نغسلها، هو من أخوة باشا مال زيارت، قالهم تغسلونها وتشفنونها وحطهم بحضني. ولد شاب عمره تقريبا 26 25 وبعد ما متزوج، أحط أمه بحضني، خلى أمه بحضنه، تابوت فوق، قالوا خاف يتبدل الراية، خاف مصدوم بوفاة أمه بالدرب يتبدل الراية. وصلوا للسيطرة مال النجف مال الجنايز، قالهم بي أريد نفحص بعد، تعرفونها هاي، فتحوا الباب مال السيارة، نزل شايل أمه مشفنه بحضنه، شنو هاي؟ قال لهم هذا الولد، قال لهم لو تفنها عدي بالحوش لو أنا أخذها بحضني للمقبرة. هنيالك يلي هيك تسوي لأمك، وهنيالك ودير بالك على أمك يلي بعدها وياك، ما تتعوض لهم. حولوهم للمقبرة نفس الشيء، الدفان منتظر بعد، انتم مهنا واحنا هاي السناين منكم نعرف. صارت مخابرة يجهز القبر محفور، مو صحيح لو لا؟ تلقى جاهز. فراحوا قالهم يلا عم ننزل التابوت، قالوا لا عم التابوت يظل، لا حطته 3 نقلات ننقلها بنها ينقلها وهي بحضنه. ونزل تمدد ويا امه هذا الولد، كتب لي داخل شويد العقيلي من اهل السوق، هذا شاعر، كتب لي بين الولد والوالده تقول له موش تبطون موش تبطون فدوى يا يمه موش تبطون، يمه لا تطولون لا تطولون على مكام يا يمه لا تطولون، يما خافن تباتون خافن تباتون يم القبر خافن تباتون، قعدوني وياكم من تقعدون. شاش كثر هاي الوالدة عندها أمل بالولد تريد تقعد يم السولف وياه. آخ يما ويا اللي يظلون ويا اللي يظلون خلوني يا يما ويا اللي يظلون